السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو إن شاء الله راح أعلن على الفائزين في السحب على الجوائز اللي للحين ما ذكرتها لكم، راح أبينها إن شاء الله في هذا الفيديو بخصوص وصول القناة إلى 1,000,000 مشاهدة. وأعيد وأشكر كل المشاهدين وكل المتابعين على المتابعة وعلى مشاهدة الفيديوهات ونشرها إلى الأصدقاء والمعارف والأهل. فأولا راح إن شاء الله قبل أعلن الفائزين راح أرويكم الجائزة، وراح أبين لكم السبب إن ليش قلت الجائزة راح تكون لاثنين من الذكور واثنين من الإناث. الجائزة راح تكون عبارة عن هذه الجامبر أو الهودي اللي مكتوب عليها اسم القناة وعليها هذا التصميم، فراح يكون في اثنين للذكور واثنين للإناث، فراح يكون أيضا معاها نوعين من البذور، اثنينهم لأنواع من الفلفل، واحد راح يكون خلطة من أنواع الفلفل الكاريبي، فراح يكون ظرف واحد فيه خلطة من البذور، فهي أنواع مختلفة ولكن كلها أنواع من الفلفل الكاريبي اللي جدا حار وجدا لذيذ. والنوع الثاني اللي هو نوع مثل ما ذكرت في الفيديو اللي فات اللي هو الفلفلة اللي هي الجوست بيبر أو البوتجولوكيا اللي كانت أشد حرارة في 2007 حسب موسوعة جينيس، كانت أكثر فلفلة حرارة في العالم في 2007. طبعا في أنواع تعدتها بكثير، فراح تكون مع كل جائزة مثل هذه كل جاكيت يروح يكون في معه ستين من البذور إن شاء الله. فراح تظهر أسامي الفائزين هني على جنب مع التعليقات اللي حطوها، وراح أيضا أحط الأسامي في قسم التعليقات تحت، وراح يكون في رابط للإيميل أو البريد الإلكتروني اللي فازوا وشافوا أساميهم. أرجو التواصل معي على البريد الإلكتروني اللي راح يكون في الوصف علشان بس أحصل منكم على عنوان البريد علشان أرسل لكم الجوائز هذه مع البذور في البريد. فمبروك للي فازوا وإن شاء الله حظ أحسن للي ما فازوا، وإن شاء الله يفوزون في المرات الجاية والجوائز الجاية والمسابقات الجاية. وأعيد وأشكر الكل على المتابعة والدعم والتشجيع وتوصيل القناة للمواصيل اللي وصلتها والإنجازات اللي قدرنا نوصلها، لأن مثل ما ذكرت هذه بفضل رب العالمين وفضلكم أنتوا وتشجيعكم ودعمكم للقناة. فأشكركم كلكم مرة ثانية وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.